تفضل. مساء الفل يا بطوط. يسعد مساك يا اسطى. هو عم حنف في البيت؟ ليه، في حاجة؟ أصل كنت عايز أقول له إن أنا عندي جلسة مراز بكرة ويمكن أتأخر شوية. شوف أنت عاوز تقول له إيه وأنا أوصله له. ماشي. مفتاح الورشة أهو. يديلي الواد زولت. لما يجي يفتح الورشة ويشوف شغله لغاية أما ناجي، يمكن أتأخر شوية. وإحنا ما ننفعش ندي المفتاح للواد زولت ونقول له الكلمتين اللي أنت قلتهم لي دلوقتي. لا ما هو أصل أصل إيه بس يا أسطى جابر؟ أنا خطيبتك وليا في الورشة دي أكتر منك. لو تحب كمان أروح أنضفها لحد ما يجي الواد زولت أنا موافق. لا لا بطوط، أنا مش عايزك توقف في الورشة خالص. بتغير عليا يا أسطى؟ أنا بغير عليك من الهوا الطاير يا بطوط. مش هتبقى مراتي؟ أم ولادي وجدة ولاد ولادي. اختشي يا أسطى اختشي. اختشينا يا بطوط. وامشي بقى. وما مشيتش. مش أنا. يا جامد. مغرم صبابة بنوح وأقول عليه المجروح وصعوبت على العالم ولو إني واد بحبوح. يا بنتي أنت عارفة سلطان طول عمره أقدر علينا، وأنا بنفسي اللي عرضت عليه إنك تروح تراقبي الشغالة أحسن تمد إيدها كده ولا كده. أيوة يابا، بس أنا مخطوبة ولازم أستأذن الخطيب الأول. هيركب دماغه يقول لأ، أنا عارف جابر ما بيحب سلطان. خلاص يابا، يبقى أنا مش هقدر أروح. وبعدين يابا طب تدي للمعلم ليه كلمة وانت لسه ما كنت سألتني؟ كبرهاش انت كمان، انت ساعة 8 تروحي وتخلص الخدمة دي وترجع قبل ما يرجع جابر، وليك علي انا قابل واد زقلط وادي له مفتاح الورشة، ايه رأيك؟ حاضر اللي تشوفه يابا. علم بعت لك المفتاح لان هتاخر شويه. مالكش هتاخر ليه؟ علم علمك. سمعانك يا معلمي. صباح الفل يا عم حنفي. اهلا اهلا يا جامد. صباح الخير ده زهر. ايه عملت ايه؟ الحمد لله زي ما روحت زي ما جيت، اجلوها شهرين وكل الحكايه في الدنيا تيم سايبان مرحوم امي. معلش يا ابني كل التاخيره وفيها خيره. الله على الله. ولا صدورك مفاتيح. عنك يا عم حنفي. يلا حبيبي. الف شكر. شغال يا ماشي. صباح النور عليك يا قمر، اتفضلي. اهلا اهلا وسهلا. اكيد انت بطل جبت المعلم سلطان. اتفضلي اهلا وسهلا. اتفضلي حبيبتي. اهلا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. يا لحقتي تخلصي تنظيف الشقه يا نرجس؟ اسمي نرجس يا ست الستات. انا وضبت الشقه وعملت فيها كل حاجه، سيقتها ونظفتها وقاعده مستنياكي. اصل المعلم قال لي ان في واحده قريبته جات تطمن على الشقه. انت مش قريبته برضه يا اختي؟ اه. طب اتفضلي اتفضلي حبيبتي استريحي. اتفضلي اتفضلي يا عينيا. اتفضلي هروح اعمل لك شاي او حاجه ساقعه او كوبايه عصير. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي يا اهلا. اتفضلي اتفضلي يا روحي. شكرا.
الزيونة وصلت وبقت آخر تمام. طب بالسلامة أنت يا أختي. هيتجنن عليكي وانتي ولا انتي هنا. امال فين الشغاله؟ كلتها القطه. الله، انتي برجك العزام. انا بقى العقرب، مع اني طيب وابن حلال وقلبي زي اللبن الحليب. ايوه. انتي حاسه بايه دلوقتي؟ صداع. تعالي وانا ضيع عولك. تعالي معايا هتتبسطي قوي. على فين؟ تعالي بس، أضيع لك الصداع. فين الشغالة؟ قلت لك كلتها القطة. الله
الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. يا بطة بطة رد عليا يا بنتي يا بطة، في حد زعلك يا بنتي؟ ما تقولي رد عليا، ما تتعبيش قلبي. اجيب لك ولع يا معلم؟ ها بسرعه بسرعه. سلام يا معلم. اهلا يا صحانك، اتفضل. الله يا بطه لسه ما رجعتش؟ رجعت يا معلم. ما شفتهاش يعني؟ كنت عايز اتشكر لها. انا كنت جاي اسالك شفتها يكون حد عاكسها ولا حاجه، لان من ساعه ما جت قافله عليها الاوضه ونازله عياط. حاجه غريبه قوي. قوم بينا نشوفها مالها. يلا معاك. اتفضل اتفضل يا معلم. يا ساتر. اتفضل بيتك ومطرحك يا بطه. بطة سنة يا بطة. يا بطة ارتاحي، المهل السلطان معانا جاي يطمن عليك. مالك يا بنتي؟ مالك يا بطاطا؟ حد زعلك؟ قولين. انا البنت الشغاله زعلتك ولا حاجه يا اختي؟ ما تتكلمي يا بنت، جرى ايه؟ اسال المعلم، صاحبك حبيبك في يا معلم؟ ان شاء الله تطص في نظري ما اعرف حاجه. انت بتهزر ولا بتتكلم جد؟ لا يا اختي بتكلم جد. ما هو لو انت بتتكلم جد عشان تنكر عملتك السودا انا اللي هضطر اتكلم يا معلم. كلمة يا بنتي. في ايه؟ المعلم المحترم اللي عامله زي اخوك خد مني حاجة مش من حقه. من حق جيم رياضة يوم ما يكتب ويدخل عليا. خلاص يا الأدب، روحي شوفي مين يا اختي اللي عمل عمليته السودا دي وجاية تنسيها فيا. ما حدش عمل العملية دي غيرك يا معلم. يا بنت افتكري كويس. تفتكري يا سلطان؟ دي بنتي انا عارفها كويس. الله رايح حنف، مش يمكن الواد جابر دواها على حس الخطوبة وعمل عملية السودا؟ وايه اللي خلاها تتيحنك انت يا سلطان؟ لا بقى حبيبي، انتوا باين عليكم مدبرينها سوا، عايزين توقعوني عشان انشلكم الفقر اللي انتوا فيه. لا انا ما اتكلش على وانطة. اسمع يا حنف، انا ما عملتش حاجة. عايزين تلعبوا بيا، انا العب بمليون زيكم. صحيح اتقي شر من احسنت اليه. اوعي انت متاكده من اللي بتقوليه يا بطه؟ ورحمه امي اكيد حط لي حاجه في الشاي خلاني مش داريانه بالدنيا. هو الدنيا برفاهيه يا ناس؟ الدنيا برفاهيه بعد العشره والسنين دي كلها يجي سلطان يحط دماغي في الطين؟ هعمل ايه يابا؟ اقول لجابر ايه؟ اغشه؟ جابر لو عرف هيركب دماغه، هيعمل جلايه مع سلطان. انا لا يمكن اقدر اغش جابر، جابر ما يستحقش كده، لكن انا هتصرف مع الاثنين، هاخد حقي من سلطان وادي لجابر حقه، واخليك ترفع دماغك من الطين يابا. بطل
الكلام اللي سمعته ده يا بطل؟ كلام ايه يا جابر؟ الكلام اللي السلطان عمال يهفر بيه في الحاره. سلطان قال ايه يا جابر؟ بطل عارفه ومدام ستك كده يبقى كلامنا مظبوط. بطل الكلام ده صحيح يا بطل؟ يا ريتني ما عرفتك، يا ريتني ما ربطت نفسي بيكي. انا اهل الحاره اجيبوا سيره خطيبتي؟ جابر احنا لسه على البر. ايه ده؟ ده الرباط اللي بيربطني بيني وبينك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا يهديني، ربنا بخير يا حبيبتي، بس الورشة مضلمة من غير. الله يخليكي. واخبار سوكا ايه؟ سوكا تحت بيعزم جابر على فرحنا، قلت اجي اعزمك بالمرة. مبروك يا نوال، ربنا يتمم لكم بخير. بط مالك يا اختي؟ لا ابدا، شوية زعل بيني وبين جابر. لا دول شوية دلع وبكرة تتصالحوا وتبقوا زي السمنة على العسل. يا اختي وانتوا لحقتوا يا بطة. بقول لك ايه، اوعى تفضلوا متخانقين لحد ليله فرحنا وما تجوش. سيسوكا يزعل وانا بقى ما اقدرش على زعل سيسوكا. ما تخافيش، احنا ان شاء الله هنكون اول المعازيم. ربنا يتمم لك بخير ويستر عرض كل الولايه. بط مالك يا اختي؟ ابدا فرحانه، اصل ما بلاقي اي بنت من حبايبنا ربنا بيهدي سرها ببقى فرحانه قوي. دي دموع الفرح يا بيت. طب انا هستاذن بقى لسيسوكا يستعوقني. ماشي يا حبيبتي مستنياكي. يلا يا بنتي يا ناهد. استني يا اختي.